What's up everyone, أنا سولي. Welcome to قناة Be The First. So خلينا ناخد break شوية من المذاكرة بس في نفس الوقت نذاكر. And how we gonna do that؟ طبعا كلنا عارفين عشان نطور نفسنا في أي لغة بنحب نتعلمها هي ان احنا نسمع اللغة دي كتير. احنا كمصريين كعرب عايشين في بلد عربية يعني البلد بتاعتنا مش بتسمح ان احنا نسمع لغات تانية كتير بسبب ان مفيش foreigners عندنا. بس thanks to the internet كلنا دلوقتي عندنا اكسس للعالم كله ونقدر نتكلم مع نيتيفز اونلاين ونقدر نتفرج على افلام مسلسلات اغاني يعني we're connected to the world. طبعا الطريقه الوحيده اللي انت تقدر تكتسب بيها اكسنت ودي حاجه مهمه جدا في اللغه ان انت يبقى عندك اكسنت كويسه عشان تقدر توصل اللي قدامك اللي انت عاوز تقوله بطريقه انه يفهمها احسن. وعشان يبقى عندك اكسنت كويسه لازم تكون بتسمع اكسنت كويسه. يعني ازاي هتكتسب الاكسنت دي من غير ما تسمع actual language speakers؟ عشان كده الافلام والمسلسلات والاغاني الاجنبي باي لغه حرفيا مش مهمه بس في ان احنا بنستمتع بيها. يعني هي برضو مهمه في ان انت تكتسب لغات جديده وان انت تكتسب الاكسنت يعني تكون زي النيتيفز. So now انا هرشح لكم افلام اجنبي تتفرجوا عليها, يعني افلام توب ريتد وافلام من افلامي المفضله, في نفس الوقت تكونوا بتستمتعوا وكمان بتسمعوا انجليش. سايد نوت, يعني الكلام ده مش في الانجليش بس, يعني في اي لغه. انا عن نفسي انا بتعلم ياباني فانا بتفرج على انمي كتير, حد بيتعلم كوري فبيتفرج على كي دراما, حد بيتعلم على اسباني يتفرج على مسلسلات او افلام اسبانيه. يعني الحوار مش بينطبق على الانجليش بس. لو انت بتتعلم اي لغه افضل تتفرج على النيتيف سبيكرز كتير من خلال الافلام مسلسلات, تتعرف على فريندز اونلاين بيتكلموا اللغه دي. ده هيساعدك كتير في ان انت تطور من اللغه اللي انت بتتعلمها. باي ذا واي الافلام اللي انا هقولها دي ما فيهاش سبويلرز, يعني انا بس بعمل ريفيو, سو فيل فري تو واتش. ناو ليتس جيت تو فيديو. اول فيلم اي ريكومند يو تو واتش هو بوي هود. فيلم بوي هود وان اوف ماي فيفرت موفيز حرفيا. الفيلم ده انا بتفرج عليه يعني بقالي كتير ودايما بفضل اعيد وازيد فيه لانه هو فعلا فيلم جامد. اجمد حاجه في الفيلم ده ان الكاركترز اللي فيه بتكبر مع احداث الفيلم. الفيلم خد تقريبا 11 سنه يتصور فالكاركترز بتكبر. يعني البطل بتاع الفيلم اسمه ميسن من وهو صغير بيصور في الفيلم. سو يعني مثلا في جريد 2 بيصور برضو مشاهد من الفيلم, جريد 3 بيصور مشاهد في الفيلم لحد ما كبر خالص وبقى في الجامعه. الفيلم بيحكي قصة حياة ميسون وميزته ان هو الكاركترز بتكبر في الفيلم, فده بيخليك يعني كأنك جوه في الفيلم معاهم, بيخليك يعني to experience يعني a better experience. هو ايه اللي انا قلته ده؟ to experience a better experience. اوكي يلا نكمل. زي ما قلت الفيلم بيتكلم عن ميسون بيتكلم عن حياته. هو ولد اهله منفصلين, ماما بابا ومامته منفصلين, فهو ومامته واخته عايشين مع بعض وبابا مش عايش معاهم. سو هما في يوم بيقرروا ان هما هيرجعوا مدينة هيوستن هيعيشوا فيها اللي بابا عايش فيها. ومن هنا بقى بتبدأ احداث الفيلم. بنعيش بقى مع ميسون حياته ما بين مامته ما بين بابا ما بين المدرسة ما بين ستيب بيرنتس, يعني عنده ستيب داد وستيب مام واخواته اللي من بابا و كمان all of his girlfriends. كل الكلام ده بنعيش مع ميسون كل حياته. الفيلم من بطولة إيلر كولترين, باتريشا أركات وإيثان هوك. الفيلم اتعمل سنة 2014 وريت بتاعه 7.9 out of 10. الفيلم اللي بعده هو All the Pride Places. اوكي نوع الفيلم ده هو فيلم basically رومانسي, بيتكلم عن فايولت وثيودور. هما الاثنين يعني زي بيساعدوا بعض ان هما يجيت over life وكده. هو بصراحة ان انا قلت ريفيو اكتر من كده فانا يعتبر هحرق الفيلم فلأ, بس هتعيطوا كتير في الفيلم ده. سجيت يو سم تيشوز ايموشنال دامج. الفيلم اتعمل سنة 2020 والريت بتاعه 6.5 out of 10. تالت فيلم معانا للناس اللي بتحب الساينس فيكشن والافلام بتاعت السبيس وكل ده هو The Space Between Us. فعلا الفيلم ده من افلامي المفضلة, انا بحبه جدا وبتفرج عليه كتير قوي, يعني بجد بتفرج عليه كتير جدا لدرجة يعني مش عارفة يعني I'm obsessed. ده غير ان البطل بتاعه one of my favorite actors اللي هو Asa Butterfield. Oh my god, يعني don't get me started. الفيلم basically sci-fi و بيتكلم عن space. هو بيتكلم عن ولد اتولد في المريخ و so many questions, يعني ده اكيد sci-fi, so هل الولد ده هي survive
يعني هيسرفايف من هو يتولد من على المريخ، وهل مامته هتسرفايف، هل هيرجع كوكب الارض، هل ده هيأثر على صحته؟ هنشوف كل ده في الفيلم اللي انا برشحه لكم، هو Space Between Us. ابطال الفيلم هما ايسا بوترفيلد، بريت روبرتسون، جاري اولدمان، وكارلا جوجينو. ده 2017 موفي والريت بتاعه 6.7 out of 10. رابع فيلم which is also a space movie وهو Valerian and the City of a Thousand Planets. الفيلم ده so fictional، يعني اكتر من يعني fictional قوي اكتر حتى من The Space Between Us. هو احداثه بتدور في المستقبل لما البشرية بتأسس محطة فضاء كبيرة وبتسميها ألفا. المحطة دي بيجيلها كائنات كتير قوي، يعني كائنات aliens. فالبشر بيتعرفوا على الالينز دول وبيكونوا زي عالم تاني خالص، يعني عالم تاني وسموه اللي هي الفا. فالفيلم بيتكلم عن two agents بيكونوا في مهمة ان هما ينقذوا كوكب من الانقراض. ده تقريبا قلت كل ده من غير spoilers I hope. ابطال الفيلم ده هما برضو ممثلي المفضل، برضو دين ديان وكارا ديلوفان، وريهانا برضو بتطلع في الفيلم في سين كده. It's also a 2017 movie وريت بتاعه 6.4 out of 10. 6.5 out of 10، sorry. Next movie معانا هو Warm Bodies. لو انت بتحب افلام الزومبيز والابوكاليبس عامة هيعجبك الفيلم ده قوي، خصوصا ان هو مش شبه افلام الزومبيز التانية، لان الفيلم ده بيتكلم عن زومبي ولد هو البطل. ايوه البطل زومبي، يعني don't be so surprised. الزومبي ده بينقذ بنت من بقية الزومبيز. I know it sounds weird بس الزومبي ده بينقذ البنت دي من بقية الزومبيز، وبعد كده هيحبها. You know it's kind of يعني horror و romantic في نفس الوقت، بس it's actually a great movie، يعني you should definitely watch it. ابطال الفيلم هما نيكولاس هولت و تريسا بولمر. الفيلم ده معمول في 2013 والريت بتاعه 6.8 out of 10. Next movie هو Wish Dragon. Yes, an animation movie. مين مش بيحب الانيميشنز؟ يعني انا نفسي، انا هو عندي يعني حرفيا خلاص قربت يبقى عندي 19 سنة وبتفرج على كارتونز وانمي وكل ده. ف we all love cartoons, we all love Disney. Wish Dragon is kind of Aladdin. ف هو بيتكلم عن ولد، الولد ده بيلاقي مصباح والمصباح ده جواه دراجون، الدراجون ده هيحقق له أمانيه. فالولد ده بيحاول ان هو يريكونكت مع بنت كانت صاحبته من وهم صغيرين، بعد كده البنت دي يعني moved away. فالفيلم جد حلو جدا وسو فان. هو علاء الدين بس يعتبر يعني متطور اكتر، وبي يعني في العصور في العصر بتاعنا، ف it's more fun. The voice actors هما جيمي وونغ، ناتاشا ليو، وجون تشو. الفيلم ده 2021 والريت بتاعه 7.2 out of 10. So يعني الريت بتاعه كويس قوي. Next movie هو يعني فيلم from my childhood. I am Sam. الفيلم ده انا بتفرج عليه من زمان قوي، يعني من وانا صغيرة حرفيا بتفرج عليه، وكنت بحبه قوي من وانا صغيرة. كنت صغيرة ما كنتش فاهماه، يعني كنت اللي هو بتفرج وخلاص واو I am Sam وبحب الفيلم ده قوي، بس انا ما كنتش فاهماه. ولما كبرت وبقيت اتفرج عليه تاني يعني فهمته بجد. هو فيلم emotional قوي ويعني it touches you. الفيلم ده بيتكلم عن واحد اسمه سام. سام عنده اعاقة ذهنية وهو single dad، عنده بنت. بنته لما بتتم 7 سنين الحكومة والسلطات عاوزين ياخدوه منها، يعني عاوزين يسحبوا منه الكاستدي بحجة ان هو يعني مش عنده الامكانيات ان هو يربيها كويس بسبب اعاقته الذهنية. طب هل سام هيعرف ان هو يرجع بنته ويخليها تعيش معاه وهيعرف يربيها كويس ولا لا؟ معرفش يعني watch the movie to find out. ابطال الفيلم هو شون بان وديكوتا فانينج. الفيلم سنة 2001 والريت بتاعه 7.6 out of 10. next movie محبي ليوناردو دي كابريو، where are you؟ شاتر ايلاند. الفيلم بيتكلم عن مارشال امريكي جاي يحقق في قضية اختفاء قاتل من مصحة نفسية. الفيلم ده فيه حتة بلوت تويست بجد، يعني انا يعني انت لو ما قمتش وكسرت الشاشة وانت بتتفرج عليه لما تيجي البلوت تويست دي بجد يعني you're a hero. الفيلم بطولة حبيبنا ليوناردو دي كابريو ومارك رافيلو. اتعمل سنة 2010 والريت بتاعه 8.2 out of 10. next movie هو برضو هيلعب على اعصابكم جامد وهو A Cure for Wellness. الفيلم بيتكلم عن واحد كان في جبال الألب في سويسرا تقريبا،
والشخص ده عمل حادثة فاتنقل لأقرب مستشفى، واللي هي طلعت مستشفى أمراض عقلية، بس هي كانت المستشفى الوحيدة اللي موجودة وكانت أقرب مكان للحادث. فبيقعد هناك فترة شفائه وبيكتشف حاجة غريبة، بيكتشف ان المصحة دي مش بتخلي الناس تتحسن، يعني they actually make you sick. حضرتك اتفضل الانتي ديبرسنس دي وهتبقى زي الفل. اوكي تمام. One week later. حضرتك اديتيلي البيلز دي من اسبوع تقريبا و I actually feel more depressed. Exactly. What? What? Bro, what are you talking about, man? الفيلم من بطولة داندي هان، ميا جوث وجيسون ايزاكس، معمول سنة 2016 والريت بتاعه 6.4 out of 10. اخر فيلم معانا وهو Clouds، another Disney movie. Clouds فيلم بجد emotional جدا ومؤثر قوي، وبجد انا بحبه جدا. الفيلم ده برضه تحتاج فيلم لنديل، so emotional damage again. Emotional damage. فيلم بيتكلم عن زاك شاب طموح جدا وبيحب يعمل اغاني، بس هو عنده نوع نادر من البون كانسر. فزاك قرر ان هو يسيب اثر في الناس بما انه وقته قليل جدا. ابطال الفيلم هم سابرينا كاربنتر وفين ارجس. فيلم اتعمل سنة 2020 والريت بتاعه 7.5 out of 10. بس دي كل الافلام اللي انا برشحها لكم النهارده في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا جرس التنبيهات اللي هو هتلاقوه جنب زرار سبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديو جديد، وبرضه خش شوفوا بقيه الفيديوز على القناه بجد هتستفادوا جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي سولي، هتلاقوا اللينك تحت في صندوق الوصف، وتابعوني على الانستغرام سناب شات وتيك توك، و سي يو ليتر. باي.